7 minutes motivation. 7 دقايق كل اسبوع بس. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من 7 minutes motivation. حلقتنا هذا الأسبوع بعنوان البالون والبيضة، وكيف أنه نحن قوتنا الإبداعية وحتى الإبداع الموجود جواتنا ممكن يعبي بالون وممكن يكسر بيضة. طيب، إذا بدي بلش أحكي عن البالون، يمكن هو من أرخص الهدايا اللي ممكن نحن نعطيها لولد صغير وبينبسط فيه كتير، هيك بينفخه وبيضلوا يلعب فيه مدري قديش يعني. بس نحن لما نطلع بالبالون، أول ما نمسك البالون بإيدنا بيكون حجمه كتير صغير، يعني ممكن نحطه بجيبتنا، ممكن نحطه بقلب كتاب، بقلب شو ما كان. وبنفس الوقت العالم ما حينتبهوا انه يمكن معنا شيء، ممكن تمسكه بايدك وبدون ما حدا ينتبه انه انت ماسك شيء. هلأ لما انت بتجي بتنفخ هواء بقلبه، بصير ما بقعد فيك تحطه بقلب كتاب، ما بقعد فيك تحطه بجيبتك، والعالم حواليك بلشوا ينتبهوا انه انت معك بالون. بلشوا ينتبهوا مش بس للبالون، بلشوا ينتبهوا انه لون البالون، حجمه وكل هيك. وهيك تقريبا حياة الاشخاص ممكن تكون. لما يكون عندكم فكرة، اول شيء هذه الفكرة ممكن تحطوها وين ما كان، حطوها بقلب كتاب، حطوها بقلب جيبتكم، فيكن تكتبوها على ورقة وما حدا حينتبه لها. بس لما بلش تحط ابداع بقلب هذه الفكرة، بتصير العالم بلشوا ينتبهوا انه ايه شو هاي. بعدين بعد ما توصل انت لمرحلة انه حطيت ابداع كتير بقلب الفكرة تبعولك، بتصير العالم ما بيقدروا ما يعودوا يلاحظوها، وانت ما بقعد فيك تخبيها، لانه انت هالشخص اللي عندك رؤية لقدام وشايف الامور كيف بدها تصير، ببطل فيك تخبي الفكرة تبعولك. هلأ الفكرة مثل البالون، يعني البالون انتو بحاجة تنفخوا بقلبه هواء بانتظام ليكبر وياخد حجمه الطبيعي، وبنفس الوقت ما لازم يكون في طريقة ينفس فيها هذا البالون، لا يضل الفكرة، لا يضل الإبداع جوا. ونفس الشيء الشغل اللي حتعملوه، البزنس تبعكم، عطول بده هالإبداع يكون موجود جواته عم بيكبره، وبنفس الوقت ما لازم يهرب. هلأ البالون لما يتعبى بصير عنده ميزة، لأنه هو مليان هوا فبصير هين أنه يطير. يعني لما تمسكوا انتو البالون هو فاضي وتكبوه على الارض بيقع على الارض، بس مثلا اذا مسكتوه هو مليان هواء وكبيتوه او نفختوا عليه بتلاقوه طار. هلا واحد ينفخ عليه او الهواء اللي برا اجمالا ما بيلعب لمصلحته للبالون، الا اذا البالون استفاد من نسمة الهواء ليقدر يتحرك. لانه حتى لو جبتوا انتو بالون مليان وكبير وحطيتوه على الطاولة وما في ولا نسمة هواء، ما بيتحرك، فهو بيكون هين انه يتحرك مع نسمة الهواء. هلأ الإبداع تبعكم ليش مهم يكون مثل البالون؟ لأنه البالون في عنده مميزات كتير. واحدة منهم أنه إذا خبط بحيط كتير قوي أو خبط بصخرة كتير قوية ما بيفقع، بيرتد عنا. وبنفس الوقت إذا مسكته هيك وشديت عليه كمان ما بيفقع، لأنه بيلين، بيمغط مع الوزن، مع القوة أكيد لحد معين. فإذا نحن مشينا بنفس الخط اللي هو عم نقول انه نحن البزنس تبعنا، الابداع تبعنا، الافكار تبعنا مثل البولين، ما لازم نعطي الهم انه اذا اجى هوا، ما لازم نعطي الهم اذا فتنا بحيط، اذا وقعنا على الارض، لانه بنخبط وبنرجع. بس اهم شغلة انه نحن عطول لازم نضلنا عم ننتبه انه ما يطير الابداع من قلبه للبالون، ونضلنا عطول نحن عم ننفخ فيه ابداع ابداع ابداع. هلأ مبدأ البيضة شوي مختلف، بس مش مختلف بالمضمون، مختلف بالنظرة تبعوله لبر. خليني أقولكم شو قريت مرة بكتاب لجيم كولينز، كان عم يحكي عن مبدأ البيضة. عم يجي يقول إنه الواحد اليوم إذا مسك بيضة وحطها برا على الطريق، عالم ما شايفين بيضة قدام بحياتهم، أوكي عم يقطعوا ويروحوا ويجوا عم يشوفوا البيضة، بعد فترة هيدي البيضة انكسرت وطلع منها صوص. فجأة العالم كلهم بيقولوا واو شو صار، بيجوا الصحافة، بيجوا الدنيا عم بيقولوا في حدث كتير مهم، هيدي البيضة انكسرت وطلع منها صوص. فجأة هيك كانت في بيضة، فجأة طلع صوص.
شو هالشي اللي كتير قوي؟ واو 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 واو، العالم تحكي عن الصوص اللي طلع من قلب البيضة. هلا بالنسبة للعالم اللي برا، هيدا الصوص فجأة طلع من مشي، بينما بالنسبة للصوص البيضة أنها تنكسر وتطلع هي آخر مرحلة من مراحل طويلة قطع فيها، مراحل تبدلات، هو كيف صار يكبر، كيف صار يتنفس جوا، كيف يعيش، لا وصل لمرحلة أنه كبر وصار لازم يطلع برات البيضة، فوصل لآخر نقطة كسر البيضة وطلع. فبالنسبة للصوص، بالنسبة له هو الموجود جوا، كل هدول يمكن يكونوا مثل ما نحن منعيشهم سنين بعمرنا قبل ما نوصل لبرا ونمسك هالإبداع طبعنا ونطلعه لبرا. فالنتيجة اللي أنا عم حاول وصلكن إياها هي على الشكل التالي: أول شيء فكروا بحياتكن لما بدكن تشتغلوا وتبدعوا مثل البالون، ورجعوا لما بدكن تظهروا للعالم اللي برا بدكن تستعملوا مبدأ البيضة، بدكن فجأة تثبتوا وجودكن قدام كل العالم بهذا البالون الكبير الحلو يلي بقلبه كمية كبيرة من الإبداع تبعكن يلي ما بتقدر تنهز كيف ما كان، ويلي ممكن تغير العالم بشكل كتير كبير. وبالآخر بدكن ضلكم مذكرين إنه الشخص الوحيد يلي بإيده الحل لكل مشاكلكم، يلي بإيده المفتاح للنجاح أو للفشل تبع كل واحد فيكم، هو أنتو ما حدا تاني. أنا بقولكم شكرا لوقتكم، وبتأمل نتواصل على طول مع بعض عبر فيسبوك على 7 minutes motivation وعلى تويتر، أو فيكم تبعتوا لنا إيميلات على mystory@7minutesmotivation. أنا بشوفكم أسبوع الجاي.